أذكر قصة لطيفة يعني قد يسر المشاهدين أن يسمعوها، أن مذيعاً في إحدى القنوات الأمريكية اسمه مايكل وولف، مايكل وولف وولف نعم، يهودي يكره الإسلام كما يكره كثير من الإعلاميون، وولف وولف نعم، فكان يعني يتهجم على الإسلام بمناسبة وبدون مناسبة في كل برنامج يخرج فيه، يعني إخباري إعلامي وثائقي، يتهجم على الإسلام ويتهجم على المسلمين بمناسبة وبدون مناسبة متطوعا. نعم، فجاء شاب صغير من أسرة مسلمة تعيش في أمريكا، أرسل إليه كتابا وقال له: يا سيد وولف، أنت تتهجم على الإسلام دون أن تعرف شيئا عن مصادره، فأنا أهدي لك ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، و40 النووية، و40 حديث من أقوال الرسول النووية، نعم، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، فلكي تهاجم الإسلام من مصادره الصحيحة. فعكف هذا يعني كي تعلم كيف تهاجم. نعم، عكف هذا الرجل على دراسة ترجمة معاني القرآن الكريم ودراسة الأربعين النووية، فمن الله تعالى عليه بالإسلام فأسلم. الله أكبر. وجاء للحج. المفروض يغير اسمه بقى. نعم. جاء للحج. ده خلص منه. وعمل شريطا الحقيقة من أجمل ما. شريط. شريط نعم. يعني بحكم تكوين الإعلام. الله أكبر. الشريط يبدأ بمايكل وولف يقف على كثيب رملي، يستمع إلى الأذان من الكعبة المشرفة ويردد الأذان مع المؤذن. مع المؤذن. ثم يؤدي الصلاة، يقيم الصلاة ويؤديها. وبعد أن يختم الصلاة يخاطب الناس المشاهدين الكاميرا، يقول لهم: أنا مايكل وولف، ولدت الأب يهودي وأم مسيحية، بيعرف الناس من نعم، ولكن بعد أن من الله تعالى علي بالإسلام أدركت أن رب اليهود هو رب النصارى هو رب المسلمين، لا إله إلا الله، لفتة طيبة جدا. وبعدين بدأ يتكلم عن مشاعر يعني شعائر الحج، يقول يعني لابد للذي يخرج الحج أن يصفي حساباته مع الناس ومع الله، فيتوب توبة نصوح، أن يؤدي حقوق العباد، أن يصفي علاقاته بالناس، فكأنها عملية تجديد للحياة، يعني اللي عليه ديون يسددها، متخاصم مع إنسان يصالحه، عنده قطيعة لرحم يصله، وهكذا بحيث يذهب خالصا لله سبحانه وتعالى، ويستشهد بقول ربنا تبارك وتعالى، وما زال الكلام لولف، وولف نعم، يقول رب العالمين، يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم، سيدنا رسول الله يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة، إني أتوب في اليوم إليه 100 مرة، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ويصب كل مقطوع من الصلاة، يدفع كل ما في عنقه من ديون، يعني أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، أن يخرج بنية صادقة لله سبحانه وتعالى. وبعدين يقول: لماذا غسل الإحرام؟ يقول طبعا: لماذا غسل الإحرام؟ نعم. قال: هو رمز للتطهر من الذنوب والخطايا، نعم، وكأن الإنسان بيعد الله سبحانه وتعالى وعدا قاطعا حتى قبل القيام بالحج. الله، ما زال الكلام نعم نعم الدكتور، نعم. طب ما الذي فقهه في الدين في هذا؟ والله يا أخي بيقرؤون، يعني قرأ قراءة جيدة، نعم. يقول مثلا: هو لم يعلن إسلامه فحسب. لا لا، أعلن إسلامه طبعا، أعلن نعم ودرس نعم. يقول: الإحرام يذكر الإنسان بالانتقال من الدنيا للآخرة، ويقول الإنسان محتاج إلى تذكرة الموت وتذكرة الآخرة، لأن الدنيا يعني مستأثرة بالناس أكثر من اللازم، والإنسان محتاج إلى وقفة في حياته يتذكر فيها أنه ستأتي له لحظة يغادر فيها هذه الحياة. وقال: الإحرام يذكر الإنسان بالكفن. الكفن. نعم نعم. يقول: الوقوف عند الميقات نقلة من الدنيا إلى الآخرة، نقلة من الدنيا، من الدنيا إلى الآخرة، وطبعا يدخل يصل للميقات فيدخل ليحرم ويخرج محرما، ويقول: ما رمزية هذا الإحرام؟ رمزيته نعم، رمزية الإحرام نعم. وبعدين يقول: أنا آسف المقاطعة، ما زلنا مع كلام مايكل وولف، نعم، بعد إسلامه، نعم، يقول: الوقوف عند الميقات يذكر الحاج بأجله الذي حدده الله سبحانه وتعالى، يعني هناك نقطة ستأتي في تاريخه يعني ينتقل فيها من الدنيا إلى الآخرة. عفوا، احنا قلنا ما زلنا مع كلام السيد مايكل وولف، نعم، عن حديثه عن هذه الشعائر بعد إسلامه، نعم.
وقفنا عند الميقات. نعم، يقول أن الميقات يذكر المسلم والمسلمة بلحظة الأجل، انتقال من الدنيا إلى الآخرة. يقول العظمة أن في هذا الكلام أنهم يعني نعم الإنسان كان نعم كافرا نعم ويهاجم الإسلام، والله يعني ثم الحمد لله رب العالمين شريطه هذا عن الحج من أجمل ما يمكن أن يشاهد الله حقيقة. يقول أن الطواف انسجام مع حركة الكون، لأن كل شيء في الكون يدور في هذا الاتجاه، الإلكترونات حول نواة الذرة، السوائل حول نواة الخلية، كلام علمي نعم موثق، نعم القمر حول الأرض، الأرض والقمر حول الشمس، المجموعة الشمسية حول مركز المجرة، المجرة حول مركز التجمع المجري، التجمع المجري حول مركز التجمع المحلي، التجمع المحلي حول مركز التجمع المجري الأعظم، التجمع المجري الأعظم حول مركز التجمع المحلي الأعظم، وهكذا وهكذا. الله، يعني إذا عندما يعني يطوف الحجيج ينسجم مع حركات الطواف مع الكون كله، مع الكون كله. ويقول ولعل في ذلك من الانعكاسات الروحية والمادية على الحاج أو المعتمر ما يصلح من شأنه إصلاحا شديدا. يقول السعي بين الصفا والمروة تذكرة يعني بعمق إيمان هذه السيدة، سيدة هاجر عليه رضوان الله، التي أودعها زوجها ورضيعها في هذه المنطقة القفر التي لا نبت فيها ولا شجر ولا إنس ولا نفس فلا نعم، وترك عندها جرابا من التمر وقربة من الماء، فجرت وراءه أم إسماعيل: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فلا يرد عليها. يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فلا يرد عليها. فشعرت بحسها الفطري العميق أن زوجها من أولي العزم من الرسل، نبي موصول بالوحي، فلا بد أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فسألته: آه الله أمرك بهذا؟ فأدار وجهه وقال: نعم. فيرسل ربنا تبارك وتعالى، هي تقول إذن لن يضيعنا، وكرامة لهذه الثقة في الله سبحانه وتعالى، يقين بالله نعم، وهذا اليقين بالله سبحانه وتعالى يأمر ربنا تبارك وتعالى جبريل أن يذهب إلى هذه المنطقة القفر، فيضرب الصخر الأصم بعقبه أو بجناحه فتخرج ماء زمزم. الله أكبر. هذه العين من العلامات الدالة على كرامة هذا المكان، لأن معروف علميا أن الماء لا يخزن في صخور الأرض إلا في صخور عالية المسمية عالية النفاذية. صخور مكة كيصلح كل الحرم المكي كله صخور بصمطة تماما، لا مسمية لها ولا نفاذية فيها. من أين يفيض لها الماء لأربعة آلاف سنة أو حول ذلك دون أن ينقطع الماء، ويشرب منها هذا العدد الهائل من الحجيج في كل عام؟ طلقت قدرة. والله يا أخي الكريم، هذه العين وحدها من العلامات ومن الآيات التي تدل على كرامة هذا المكان. لأننا لو قلنا لعلماء الماء أن لدينا بئرا محفورة في صخور نارية ومتحولة شديدة الإصماط شديدة التماسك ظلت تفيض لأربعة آلاف سنة، ما يصدقون أحد. ولم يعرف أصل هذا الماء إلا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأنفاق التي حفرت مؤخرا حول مكة. فلاحظ المهندسون والعمال أن هناك خطوط شعرية دقيقة يفيض في الأنفاق هذه، يفيض منها ماء له صفات ماء زمزم. الله أكبر. الله. فعرفوا أنها جاية من هذه الشقوق. طيب شقوق دي كيف أتت؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هي هزمة جبرائيل وسقي الله لإسماعيل. والهزمة الطرقة الشديدة، ولا يؤثر على هذه الشقوق التي قد تمتد لآلاف الكيلومترات، صلدة. نعم، لآلاف الكيلومترات في كل الاتجاهات، فيفيض لها الماء من كل الاتجاهات. كرامة لهذا اليقين في الله سبحانه وتعالى الذي نطقت به هذه المرأة الصالحة، قالت إذن لن يضيعنا. فيرسل الله جبريل ليضرب هذه المنطقة بعقبه أو بجناحه فيؤدي إلى هذا الفيض الإلهي العظيم. إذن لكل شعيرة في شعير الحج دلالة معنى طبعًا ومغزى طبعًا. الله طبعًا. فيقول الرجل أن السعي بين الصفا والمروة يذكر الناس بمعنى اليقين في الله سبحانه وتعالى، الله، معنى الثقة في الله سبحانه عندما وتعالى. تثق بالله سبحانه وتعالى يأتيك الفرج. نعم. الله. يقول النفرة إلى منى ثم إلى عرفات تذكر الناس بيوم الحشر. ما زال الكلام أيضا. نعم. أذكر سنة الشاهدين الكلام لمايكل وولف. يقول لا يذكر الناس بيوم الحشر، يوم 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 البعث، يعني يفيض الناس من قبورهم للعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول الوقفة في عرفات تذكر الناس موقف الحساب في يوم الحساب.
يعني ويقول العودة يوم الحشر يوم الحشر العودة من عرفات إلى مزدلفة، يذكر الناس بالأماكن التي مر بها كثير من أنبياء الله ووقفوا بالمشعر الحرام. يقول ثم النزول إلى منى، ده من أجمل الكلام. النزول إلى منى يعني يقول النحر، يذكر الناس بموقف الفداء الذي وقفه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، ابن رزقه بعد سن 90 وبعد يأس من إمكانية أن يكون له ذرية، يعني أمر بذبحه فيستجيب والابن يستجيب، فيقول إكراما لهذه الطاعة والتسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى يتم النحر. الحلق أو التقصير تطهير من الذنوب، يعني هو أتى بكل شعير على حدة بالتفصيل. الحلق أو التقصير رمز للتطهر من الذنوب، الرجم عهد مع الله لمحاربة الشيطان والوقوف منه موقف العصيان وموقف التمرد على يعني نفسه وسمومه ومحاولة وصوله إلى قلب الإنسان، النزول إلى طواف الإفاضة العهد الأخير مع الله سبحانه وتعالى على الاستقامة على هذا الدين وبدء حياة جديدة، لعل هذه الرحلة تعين الإنسان على الثبات على الإسلام وعلى الإيمان فيما بقي له من عمره. بارك الله فيكم وبارك الله في مايكل وولف، والله إذا أتى بهذا الكلام الجميل.